بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، صباح يوم للقاء. نتمنى إن شاء الله دائما التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين. الشوط الأول خصوص الجعدان، نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين هنا في هذا الانطلاق الجميل، في هذا الانطلاق المليء ما شاء الله بالأمال وبالإنجازات والانتصارات. نتمنى دائما التوفيق. مدمر أحمد بن سعيد بن علي بن حلوة من يسيطر على المركز الأول، جياس سعيد سالم محمد بن واس، ثانيا النقلة على الطحان مطر بسعيد بن حلوة يأتي بثالث المراكز، النقلة على المركز الرابع شاهين مطر بسعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الخامس هناك رعاد سيف بن يمع بن خميس الأغويس. هكذا مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهور المميز، لأنا على حضراتكم هذه الانطلاقات، هذه الأسامي المتقدمة الأولى الخمس ما شاء الله. تمنى دائما التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين الحاضرين في هذه الانطلاقات الجميلة والمميزة ما شاء الله. هناك مدمر مسيطر على المركز الأول حتى هذه اللحظات، ولكن على ما ظن جياش اللي غير سعيد بن سالم محمد بن واس، بينما المركز الثاني مدمر أحمد بن سعيد بن علي بن حلوة، المركز الثالث هنا الطحان مطر سعيد بن حلوة، المركز الرابع يأتينا في هذه اللحظات شاهين مطر سعيد بن عبيد الحميري، بينما اللي في المركز الخامس شعار علي بن سيف محمد الكعبي ما شاء الله، ولا البترول عبد الله بن عتيج بالعبد الاكتبي. هكذا مستمعينا الاعزاء كانت نتيجتنا للمراكز، دعناها عليكم كامله مكمله بالوفاء تمام. مدمر وجياش ما اتفقوا على راي ابدا، ما اتفقوا على راي، شوي مدمر ياخذ المقدمه وشوي جياش ياخذ المقدمه، ولكن المفاجآت وين؟ المفاجآت وين يا راعي الناوية؟ يا راعي الناوية، يا راعي الناوية اللي خلاص وقع على المركز الأول حتى هذه اللحظات للسيد محمد أحمد بن سعيد بن علي بن حلوة الشتري، المركز الثاني جياس سعيد بن سالم محمد بن واس، طحان مطار سعيد بن حلوة، ثالثا البترول للسيد عبد الله بن عتيج بن عبد الشتري المركز الرابع، بينما اللي في المركز الخامس هنا الحارس عبد الله بن راشد بن حميد بن غانم رويس السويدي. هكذا كانت نتيجتنا ايها الاخوه للمراكز، دعناها عليكم بالفوت تمام. هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز، دعناها كامله مكمله. روح هناك عند الطحان، روح عند اللي غير، عند اللي سيطر ما شاء الله على المقدمه، عند اللي ابدع على مقدمه الشوط، ابناء بن حلوة اول وثاني المراكز. يا سلام الله يا الطحان مطر سعيد بن حلوة الاكتبي من يسيطر حتى هذه اللحظات بعد التسلل عند لوحة 800، أيضا 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 هرب بالمركز الأول واندفع ما شاء الله على صدارة هذا الشوط. أيضا هناك المركز الثاني مدمر أحمد بن سعيد بن حلوة اجتبي بترول، وصل عبد الله بن عتيج، عبد الله بن عتيج بن عبد الشتبي، المركز الرابع متعب احمد بن عبيد بن حميدان. هكذا كانت النتيجه للمراكز، دعناها عليكم بالتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي. يلا يا الطحان، يلا يا بن حلوه، وصلك سعيد، وصل سعيد ومع سعيد. الله شوف 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 الله بن حميدان وصل ايضا هناك، بن حميدان احمد بن عبيد بن حميدان مع متعب. تهانينا والناموس وين؟ العوير الخوانيج، العوير الخوانيج، تهانينا بقول في اللحظات الجميله، في اللحظات المميزه على فوز. السلام للمره الثانيه مدمر احمد بن سعيد بن علي بن حلول المركز الثاني، احمد بن عبيد بن حميدان المركز الثالث، عبد الله بن عتيج بن عبد المركز الرابع، طلب سعيد بن حلوه المركز الخامس، عبد الله بن راشد الحميد. لاوي 4 دقائق توقيت 38 ثانيه و32 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس.